مرحبا. إجا واحد يشوفك من امبارح هو فوق راسك. نهال؟ فا كيفك؟ أنت منيح؟ بعد إيدك لا تلمسني. أشير أهدأ، أنا مهند. نلع بشير، أهدأ شوي. اسمعني، رح تتحسن. جيت لأخدك، ها؟ رح أخدك على اسطنبول. هالشي مو منيح مشانك. عن شو عم تحكي؟ ما عم بفهم. بعرف كل شي. بعرف علاقتك بسمر خانو. حطي الأكسجين. اهدى شوي. تمام. بعرف الهنجار، وبعرف انكم عم تلتقوا بهداك البيت، والحلقة اللي ضاع انا اللي لقيته. شوفي، خجلت من حالك؟ ما كنت متخيل حدا بيعرف بوساختك؟ ها؟ نعم نهال. مهند، كيفو بشير؟ مهند صار شي؟ احكي. لا منيح. قلي الحقيقة. ايه منيح، انا جنبه. منيح. انا والمدموزيل هلأ وصلنا على البيت. قالوا لي رح تجيبه. امتى رح تجوا على اسطنبول؟ مهند انت عم تسمعني؟ ايه. امتى بدك تجيبه لبشير؟ حسب رأي الدكتور، اذا شاف ما في مانع بالسفر هداك الوقت رح نجي. شكرا كثير مهند. لو ما انت هون ما عرفنا شو رح نساوي. الله يخليك، لا تتركه لوحده. ماشي انا هون. نهال، الدكتور جاي، انا مضطر سكر. انتبهوا على حالكم منيح. بشوفك. انا رح اتصل فيك كمان. ماشي حبيبتي. صوته كتير تعيس. ان شاء الله يكون عم بيحكي الحقيقة. ان شاء الله يكون وضع بشير منيح. منحكي مع الدكتور اللي هون؟ قال هني اتصال مستمر معه. ايه منحكي، قال كل يوم عم يقدموا له تقرير لعدنان بيك. بعرف كل شيء. بعرف علاقتك بسمر خانو.